الله هناخد الدرس التاني في الفصل الخامس المزيد من الكسور. احنا خدنا المره اللي فاتت ربع نصف وواحد صحيح وثلث. النهارده هناخد المزيد والاكثر من الكسور. لما يجي لي بشكل زي ده ويكون مظاهر لي فيه حتتين مثلا والحته الثالثه سايبها من غير ما تكون مظلله، احنا قلنا تحت بنكتب ايه في المقام؟ بنكتب كل الاعداد اللي عندي، كل الحتت اللي عندي، واحد اثنين ثلاثه. طب فوق بنكتب ايه؟ بنكتب الاجزاء المظلله، واحد اثنين، تبقى اثنين على ثلاثه، واثنين على ثلاثه يعني ايه؟ ثلثان. طب هنا مقسم لي الفطيره لاربع قطع، واحد اثنين ثلاثه اربعه، قلنا في المقام بنحط كل القطع، واحد اثنين ثلاثه اربعه، وفي البسط بنحط ايه؟ المظلل بس. واحد اثنين ثلاثة تبقى ثلاثة على أربعة. لما اكتبها بالحروف اكتبها ازاي؟ ثلاثة أرباع. طيب يقول لي أكل، هو الجنيه فيه كم نص؟ الجنيه فيه نصين، طب كم ربع بقى في الجنيه؟ يعني في الواحد الصحيح؟ ما دام قلنا الجنيه فيه نصين يبقى فيه أربع أرباع. طيب كم تسعة في الواحد الصحيح؟ تسعة. طب مين شاطر يقول لي كم ضمن في الواحد الصحيح؟ 8. كم ربع في الواحد الصحيح؟ 4. كم خمس في الواحد الصحيح؟ 5. بيقول لي تمرين واحد أكل، الجنيه بيساوي كم نص؟ نص زائد نص. طب الجنيه فيه كم ربع؟ ربع زائد ربع زائد ربع زائد ربع. بيقول لي كسر بسط 3 مقام 4، يتكتب ازاي؟ هنعمل شرط الكسر ونحط فوق البسط اللي هي 3 وتحتها نحط المقام اللي هي 4. بيقول لي برضو واحدة تانية كسر بسط 1 مقامه 7، بيدينا ايه؟ هنعمل شرط الكسر، هنحط فوق في البسط 1 وتحت في المقام 7. بعد كده تمرين 2 بيقول لي وصل، كل واحد هيتوصل باسمه. هنا جايب لي ثلث، ربعا، سدسا، خمسا، وجايب لي هنا كسر اسم 1 على 4، وهنا جايب لي كسر 1 على 5، وهنا جايب لي كسر 1 على 3. طب ثلث يعني ايه؟ احنا قلنا ثلث يعني 1 على 3، هنلاقيها فين؟ هنلاقيها هنا، يبقى هنوصل ثلث ب 1 على 3. طب ربع يعني ايه؟ 1 على 4، يبقى هنوصل ربعا ب 1 على 4. طب سدسا يعني ايه؟ مش موجودة، يبقى مش هناخد لها حاجة. طب خمسا يعني ايه؟ يعني 1 على 5، هي عندي 1 على 5 يعني خمس. الواجب بتاعنا ان شاء الله يا سنه ثانيه صفحه 37 الملزمه، واشوفكم ان شاء الله في درس تاني. باي باي.